السلام عليكم، وان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم حبيت نهضر معاكم في موضوع مهم بزاف بزاف، عنده علاقة بخلطة كبيرة وبلبلة كبيرة صارت في الايامات اللي فاتوا ومازال تصرى في مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شابة ربي يرحمها، بعد ما تعرضت لحادثة شنيعة نتاع اغتصاب وقتل. بعدها كاين ناس بزاف تعاطفوا معاها، وكاين ناس بزاف خرجوا وعبروا على استيائهم من اللي صرا ومن تعليقات الناس اللي يقولوا شح فيها. بغيف، من بين الناس اللي خرجوا وهضروا في هذا الموضوع كاينه اون انستغرامرز خرجت وهضرت بطريقه ممكن تكون مختلفه على الطريقه اللي هضروا بها الناس الاخرين. الطريقه اللي هضروا بها الناس الاخرين بالك كانت اقل هدوءا، وبالتالي اثارت بلبله كبيره بزاف الهضره ولا فيديو تاع هذيك الانستغرامرز، وتسببت في ردود افعال بزاف بزاف بزاف. كميه الفيديوهات اللي شفتها انايا في يوتيوب لحد الان بزاف كمان. دونك حبيت نستخلص معاكم دروس حول هذا الموضوع. تعرفوني انا ما نحبش نهضر باش نهضر ولا نحكي باش نحكي، وهاد لي سوجي سبيسيالمون غاغ وين نخوض فيهم الخلطات هادو تاع تواصل مواقع التواصل الاجتماعي. بصح هاد المره حسيت باللي الموضوع يستدعي ان نستخلصوا منه نقاط معينه ودروس معينه اللي تفيدنا، باسكو رانا راح نحتاجوها بزاف في حياتنا وفي الازمات اللي راهي جايين، باسكو ردود الافعال سخبيه انها تكون مسقمه على هكذا. اول نقطه حبيت نهضر معاكم فيها عندها علاقة بالطريقة تاع الهضرة اللي هضرت بها هذيك الانستغراموز. كاين نقطتين حبيت نهضر معاكم فيهم، هما لا جينيراليزاسيون و ليكزاجيراسيون. إلي كلير، إلي توت افي كلير، كو هذيك الانستغراموز ما كانتش تهضر على كل الرجال الجزائريين، ما كانتش تهضر على باباها، ما كانتش تهضر على خوها، ما كانتش تهضر على رجلها، ما كانتش تهضر على عمها، ما كانتش تهضر على خالها، ما كانتش تهضر على ولاد الناس اللي تعرفهم، كانت تهضر على فئة معينة. بصح ناس بزاف بسبب الطريقة اللي كانت تهضر بها اللي ممكن استخدمت فيها ألفاظ يدلوا على التعميم، هذا من بين النقاط اللي اداو ان المشكل يكبر يكبر. دونك نردوا بالنا في لا كومونيكاسيون من موضوع لا جينيراليزاسيون. كي نكونوا حابين نهضروا على فئه معينه نحددوا هذيك الفئه معينه، ويا حبذا نقولوا اني مانيش نهضر على الناس كامل، على بالي باللي الناس فيهم وعليهم، سورتو مع الناس اللي تسبب باش يدير لك مشكل. زعما وحده كيما انا سمعتها، اني فهمت بلي ما يش تهضر على بابا، ما يش تهضر على خويا، ما يش تهضر على راجلي، اي تهضر على ناس انا تاني اني شفتهم يكزيستي وكاينين صح في المجتمع تاعنا. بصح كاين ناس بزاف تنقزوا، كاين ناس بزاف جاتهم في جنبهم هذيك الهضره. دونك من بين الحوايج اللي استفزت الناس هي هذه النقطه هذه تاع لا جينيراليزاسيون والمقترنه بالاكزاجيراسيون، المبالغة في استخدام ألفاظ معينين، المبالغة في استخدام تعبيرات معينة. هذا الشيء كامل يقدر يدير مشاكل معينين في الكوميونيكاسيون، ويقدر يجيب نتيجة عكس النتيجة اللي رانا حابينها. دونك كل حاجة بالميزان، سورتو كو كاين فرق كبير بين لا باسيون الشغف وبين المبالغة. الشغف في التعبير، لا باسيون في التعبير، وبين المبالغة. المبالغة والشغف راهم زوج حوايج ما عندهمش علاقة ببعضهم، وشنو ساعات يكون كاين خط رفيع بيناتهم لازم ناخذوا بالنا منه بزاف بزاف. النقطة الثالثة اللي حبيت نهضر معاكم فيها، النقطة الثالثة والرابعة، نقطة التركيز ونقطة الشبعة. التركيز والشبعة هادو نانا ربي يرحمها كانت تهضر لي عليهم بزاف. كانت تقول لي باللي حنايا في وقت بكري في وقت الاستعمار، تحكي على الشعب الجزائري الاصيل، هي مش تحكي على الحركه القوميه نو، كانت تحكي على الشعب الجزائري الاصيل. تقول لي احنا الشعب الجزائري كان متضامن متكافل ما بيناتو، باسكو عارف شكون هو العدو نتاعو. احنا كامل عندنا عدو واحد، وبالتالي ما كانش كاين مجال بزاف اللي فو بروبليم. تقول لي نتوما درك راكم
عندكم الشبعة، هذه الشبعة اللي راهي مدارت لكم، راكم في ليت ساعة، راكم في لامان، الشبعة راه مخليتكم قاعدين في ليت ساعة وبواوين، مالغري كاين عدو وكاين عدو، مازال كاين العدو، ودرك راهو واعر اكثر من اللي كان في وقت الاحتلال، مازال كاين عدو باين، بصح كاين ناس بزاف مش واعية، كاين ناس بزاف مش على دراية على سكي سباس، كاين ناس بزاف تشوف معنيفها برك، وبالتالي ما مش جايبين خبر باللي كاين عدو أساسي لازم كامل نخزروا فيه نشوفوا في جهته. دونك الناس في ليت ساع وفي الشبعة ناقصين تركيز في الزاوية اللي لازم يشوفوا منها، وبالتالي ما يشوفوا منه من الشبعة مخليتهم il se crée de faux problèmes, il se crée de faux ennemis. يعود واحد هدفه في الحياة أنه يقصف. شوفوا حتى كلمة القصف، القصف أنا شحال ما نحملهاش هذه كلمة القصف، قاشها المصري قال يعني، قال يعني قصفت فلانة ولا قصفت فلان، يعني جبت هذاك اسمه من ديلو. القصف كاين ناس معينين لازم تقصف، كاين جهات معينة لازم تقصف، كاين لازم تتكافل الجهود، وكاين بلايص لازمها تتحرر، كاين ماشي الانستغرامز الفلانية هذاك قصفها وأحسن قصف إلى حد الآن. هاد التعبيرات هادو في لي ريزو سوسيو انا من لو جون اللي ما نقدرش نخليهم يجوزوا هكذا برك، تاع قول يا اخ تسمحنا هذه هي هكا، هذا هو الماكسيموم تاعنا، هذا هو القصف تاعنا، ان واحد يقصف وحده ولا وحده تقصف وحده ولا وحده تقصف واحد ولا بالكلام في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما كان، هذا هو الماكسيموم تاعنا. محتاجين نعاودوا نعيدوا حساباتنا في بزاف بزاف حوايج، محتاجين نركزوا، محتاجين نشوفوا مليح وين رانا رايحين، محتاجين نسقموا البوصلة تاعنا، محتاجين نفطنوا، محتاجين نطلعوا النيفو، محتاج الشباب تاعنا يطلع النيفو تاعو بزاف 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 بزاف، باسكو بلادنا راهي مسؤوليتنا، باسكو ديننا راهو مسؤوليتنا، باسكو حياتنا راهي مسؤوليتنا، باسكو عمرنا ما راح نعرفو نربيو لكن حنايا رانا هذا هو المستوى، هذا هو المستوى تاعنا. محتاجين وقفة، محتاجين وقفة. و سيتي اون باينة تصيح لا سونيت دالارم اللي دارتها مالفيني، صراو بزاف دي بروبليم سور لي ريزو سوسيو، بصح هاد المرة الحالة كانت شوية 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 بزاف. النقطة الأخيرة اللي حبيت نهضر معاكم فيها عندها علاقة بالموضوع الأساسي اللي الناس كامل خلاته وكريات ديفو بروبليم ومشاكل فرعية منه من. محتاجين نركزوا، وكي يكون كاين مشكل أساسي نقعدوا مركزين في هذاك المشكل الأساسي. المشكل الأساسي هو الاغتصاب، المشكل الأساسي هو تبرير الاغتصاب. اللي حاب يشوف لها من الناحية الإنسانية، ما كان حتى حاجة، ما كان حتى حاجة، ما كان حتى حاجة تبرر الاغتصاب. السبب الوحيد في الاغتصاب هو المغتصب، ما كان حتى حاجة تبرر الاغتصاب. ولكن حابين نشوفوا لها من الناحية الدينية، ربي سبحانه وتعالى كي قالنا ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تقربوا الزنا مع المرأة المحترمة اللي لابسة خمار ومغطية روحها من فوق لتحت، بصح الأخرى اللي ماشية عريانة ولا تدور في البلاصة الفلانية معليش، قال ولا تقربوا الزنا، خلصت مع الحرة ولا مع لا بروستيتوي العاهرة، لا تقربوا الزنا، نقطة نقطة. دونك التبريرات هذه اللي منه من ما عندها حتى معنى، وهذه راهي تدل على بزاف حوايج ما مش ملاح، بصح مهمين بزاف، موش تاع اللي نرميهم هكذا في اخر لا فيديو، مهمين لدرجة ان لازم تندار لهم ان فيديو وحدهم. بصح يا جماعة ما كان حتى حاجة تبرر الاعتداء على كائن اضعف منك، سواء راجل كبير ولا مرأة ولا طفل ولا حتى راجل، ما كان حتى حاجة تبرر. دونك ان شاء الله كل حاجة تصرى هكذا في لي ريزو سوسيو نتعلموا منها الدروس اللي لازم، وابيانتو ان شاء الله.